بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أعلنت في الأسبوع الماضي بأني أعكف على إعداد مجموعة من التعديلات الدستورية، وأعلنت بالأمس بأني سوف أعقد مؤتمرا صحفيا لبيان مبررات وأسباب هذه التعديلات والمحاور والمواد التي تدور عليها، وأبدأ بالقول كما جاء في ديباجة الدستور الكويتي الصادر سنة 62، رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. كان دستور 62 هو استجابة واعية لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا الدستور. ولقد دلت تجربتنا السياسية خلال 50 عام الماضية أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض نصوص الدستور وحاجة إلى تعديلها كي نقترب قدر الإمكان من القاعدة الأساسية التي يقوم عليها ويدور عليها كل دستور وأي نظام حكم ديمقراطي، وهي قاعدة السيادة للأمة وكونها مصدر السلطات. دستور 62 كان هو دستور الحد الأدنى، ولعله كان مناسباً في وقته حين صدر قبل 50 عام، ولا شك بأنه كان يمثل ويشكل قفزة نوعية في تاريخ الحياة السياسية الكويتية بل وفي تاريخ المنطقة بأسرها. ولعله لا يخفى على أي متابع للحالة السياسية في الكويت أن البلاد تشهد على الدوام اضطراب في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما استوجب وتطلب أن نبحث مكامن وأسباب الخلل وجوانب القصور والضعف حتى نسعى في معالجتها. خلال 50 عام كان يفترض أن تشكل 12 حكومة و12 مجلس، لكن الواقع يقول أننا منذ 50 عام شكلنا ما يقارب من 30 حكومة، ومنذ 2006 إلى الآن تشكلت حوالي 9 حكومات، ومنذ سنة 63 وحتى الآن تشكل 14 مجلس أمة، منهم 5 تم حلهم حل دستوري و2 تم حلهم بالخروج على نصوص الدستور و1 تم تزويره وتم تعطيل العمل بأحكام الدستور لمدة 11 عام. هذه الأرقام السريعة تكشف حجم الخلل وحالة التعثر التي يعاني منها العمل السياسي الكويتي، والذي أثر بشكل سلبي على عملية التنمية والإنتاج والتقدم. الأرقام تتحدث عن نفسها والأرقام لا تكذب دائما وأبدا، وهذه الأرقام، هذه الطريقة في السير تكشف بشكل واضح حالة الخلل وحالة التعثر المتراكمة والمتجددة دائما، وهو ما يدفعنا إلى الكلام عن ضرورة تعديل بعض نصوص الدستور بهدف توفير الاستقرار السياسي في البلاد. ونحن مؤمنين إيمان تام وإيمان راسخ بحتمية تعدد الآراء واختلافها في هذا الشأن. ولعل هذا الخلل
والذي ذكرت بعض صوره وبعض جوانبه وزواياه قد ذكره في أحد تصريحاته صاحب السمو أمير البلاد في شهر أبريل من سنة 2010، أي قبل عامين بالضبط، حيث قال صاحب السمو: خطأ البرلمان في أداء وظيفته، وأرجو الانتباه لهذا الكلام، خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي، لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق، وإنما هو يجمع بينهما، وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين، لأن كل منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات السلطة الأخرى. هذا ليس كلامي، هذا كلام صاحب السمو في مقابلة منشورة ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية. كذلك القوى السياسية صدرت في أكثر من مناسبة بيانات سياسية في هذا الاتجاه. وإذا كان معروف، عودا على تصريح صاحب السمو، أقول يعني أو تعليقا على هذا التصريح، إذا كان معروف أن النظام الرئاسي لا يناسب الدول التي تكون فيها أسرة مالكة، وهو ما تقرره كذلك المذكرة التفسيرية لدستورنا، دستور 62، فأصبح الحل المناسب هو أن نجنح إلى تبني النظام البرلماني الكامل حتى نخرج من هذه الإشكالية، وحتى نخرج من حالة التعثر في العمل السياسي التي نعاني منها على مدى 50 عاما. ولذلك فقد قمت بإعداد مجموعة من التعديلات الدستورية تتعلق بجملة من مواد الدستور للميل به نحو تبني النظام البرلماني، وخلاصة هذه التعديلات تتمثل بالآتي: إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 75 عضو، حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطاً لصحة انعقاده، لا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة، وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه المجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة الأغلبية تعتبر مستقيلة، لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء وليس إعلان عدم التعاون، إلغاء القيد على عدد الوزراء باعتبار أنهم الغير منتخبين لن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة، وضع قيد زمني على تشكيل الوزارة. وتهدف هذه التعديلات المقترحة إلى ما يلي: 1. الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال مجلس الأمة من خلال إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين. 2. الاقتراب نحو النظام البرلماني من خلال اشتراط حصول الحكومة كاملة على ثقة مجلس الأمة بعد تشكيلها، عن طريق إلزامها بتقديم برنامج عملها إلى المجلس خلال مدة محددة، ثم مناقشة هذا البرنامج والتصويت عليه بالثقة، وإذا ما قرر المجلس حجب الثقة عن الحكومة تعتبر مستقيلة. كما تهدف التعديلات المقترحة إلى التخفيف من القيود الموجودة حالياً على مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن طريق إجازة طرح الثقة فيه بعد توجيه استجواب له، وكذلك وضع قيد زمني على صدور مرسوم تشكيل الحكومة. لا شك بأن هذه التعديلات في مجملها تميل نحو النظام البرلماني، ولا شك بأن النظام البرلماني يهدف إلى تشكيل حكومة تكون انعكاساً حقيقياً لنتائج الانتخابات، لنتائج الانتخابات وما تفرزه من أغلبية داخل المجلس، فالمفترض
وهذا هو المعمول في كل الديمقراطيات في العالم، أن تجرى انتخابات يقوم المواطنون من خلالها بانتخاب برنامج، ومن ينجح في هذه الانتخابات من خلال هذا البرنامج ويكون هو صاحب الأغلبية في هذا البرلمان يفترض أن توكل مهمة تشكيل الحكومة حتى يقوم بتقديم هذا البرنامج إلى البرلمان، ومن ثم يكون مسؤول عن تنفيذ هذا البرنامج أمام الأمة وأمام المواطنين الذين انتخبوه. وبلوغ مرحلة الوزارة الشعبية هو تجسيد للمقاصد النهائية للدستور ولهذه التعديلات المقترحة، ولا شك بأن الجميع بات يلحظ المطالبة الجادة في الأوساط السياسية بتبني فكرة الوزارة الشعبية التي بدأت بالفعل تأخذ أبعاداً واقعية في المجتمع الكويتي. ولا شك كذلك بأن سنن الكون تقول بأن مآل الأمور في الكويت في هذا الاتجاه، طال الزمان أم قصر، فكل الدول ذات الأنظمة الملكية الديمقراطية تبدأ ملكيات مطلقة ثم ملكيات مقيدة ثم برلمانية بالمطلق. ولكن أيضا هذه التعديلات تبقى غير كافية لوحدها لتحقيق ما نتحدث عنه، فهناك جملة من القوانين يفترض أن تصدر بالتزامن معها. نحن نتكلم اليوم وهنا عن الحاجة الماسة إلى إصلاح سياسي جذري، وهذا يتطلب عمل متكامل. محتاجين مع هذه التعديلات الدستورية أن يصدر قانون تنظيم العمل السياسي من خلال الهيئات السياسية، وأن نعيد النظر في قانون الانتخاب بما يمكن من وصول أغلبية برلمانية أو كتل كبيرة إلى البرلمان تم انتخابها على أساس برنامج انتخابي. ولذلك فنحن بحاجة إلى جملة من الإصلاحات والتشريعات على المستوى الدستوري أو على مستوى التشريع العادي حتى تتكامل عملية الإصلاح السياسي المنشودة والمطلوبة في هذه المرحلة. أود أن أقول في ختام هذا المؤتمر الصحفي أن الخطوة القادمة سوف تكون عرض هذه المقترحات على الأخوة النواب والعمل على توفير الاتفاق على صيغة مشتركة لتقديم الاقتراح بشكل رسمي لاحقاً. وإلى أن يتم تحقيق هذه الخطوة فإنني أتوق إلى معرفة رأي المواطنين في الأفكار التي طرحتها اليوم، فهم الأصل وهم أصحاب السيادة ومصدر السلطات. وشكراً جزيلاً. نحن نعتقد بل ونجزم ونؤمن بأننا جميعاً حكاماً ومحكومين شركاء، وأمامنا مسؤولية كبيرة في النهوض بهذا البلد وتلمس أفضل السبل لتحقيق التقدم والتنمية. ولذلك ما نطرح اليوم نطرحه بذهن وقلب مفتوح للجميع. نحن نقول باختصار هذه هي المشكلة وهذه عوارضها وما نراه بأن هذه أسبابها، ونطرح الحلول لهذه الأسباب. هذا رأينا، ومن جاءنا بخير منه تركنا هذا الرأي وأخذنا رأيه، ولكن أمامنا مشكلة نحتاج إلى حلها، ولذلك أخذنا زمام المبادرة. وأعتقد بأنه إذا حسنت النوايا عند الجميع فلا نحتاج إلى 10 و20 سنة، بل نحتاج إلى خطوات عملية وقد ترى النور في أقرب وقت ممكن. كيف سيؤثر هذه الاقتراحات على سلطة العائلة؟
الأسرة الحاكمة محدد دورها واختصاصاتها في الدستور الكويتي من خلال نص المادة الرابعة، وبالتالي نحن ملتزمون بالدستور الكويتي في هذه الحدود. نحن نتكلم عن الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، ونحمل الأمة مسؤولية اختياراتها فيما تختار في الانتخابات من خلال البرامج الانتخابية. هذا النظام البرلماني نحن في يعني حتى أنا أختار المصطلح القانوني الدقيق، وهو النظام البرلماني. نعم. فهل هناك؟ بالتأكيد، يعني هو لن يمر هذا التعديل إلا بعد موافقة سمو الأمير. فإذا ما حصل توافق بين النواب وحققوا النصاب اللازم لرفع هذه التعديلات إلى سمو الأمير، فهي تلقائيا سوف تذهب إلى سمو الأمير. هل من أسئلة أخرى؟ أنا عموما يعني في الختام أقول بأني أعديت التعديلات الدستورية، وسوف أقوم بتوزيعها على الكتل البرلمانية والنواب المهتمين بهذا الأمر للتوافق على النصوص، للتوافق على الصيغ النهائية لهذه النصوص الدستورية. ويشرفني أبو مشاري إذا معانا، لأني راح أذكر اسمك، ويشرفني بما أن النائب عبد الرحمن العنجري موجود أن أقدم له يعني البيان الصحفي الذي تليت جزء منه، والجدول المقارن بالنصوص الدستورية المراد تعديلها. نحن شركاء في العمل. أيضا أريد أن أؤكد على نقطة معينة، هذا ليس مجالا للتسابق، وإنما هي مساحة للتعاون المشترك بين الجميع، وأنا أؤكد بين الجميع، ولا أريد أن أغفل حقوق من سبقني في هذا الشأن. فهناك كثير من التيارات السياسية بل والكتل النيابية أعلنت قبل عام مضى عن الحاجة لهذه التعديلات، بل وذكرت مواد بعينها في هذا الخصوص، ولذلك لا شك بأنهم السباقين في هذا المجال ولهم يد السبق. نشكرهم ونسجل لهم ذلك، ونحن لم نأتي اليوم إلا لاستكمال هذه الخطوة بالتعاون معهم وبالتعاون مع كل المهتمين في هذا الشأن. شكراً.